أصيبت امرأة عافاكم الله جميعا واتبعت بروتوكول علاجي والحمد لله تم الشفاء، هل من بروتوكول آخر يرافقها من خلاله طبيب الجلد من أجل العناية بالبشرة وصحتها؟ أكيد هو ليس فقط طبيب الجلد، هو أخصائي ثدي أو لسينولوج لو راديولوج أوسي، كل هؤلاء الأطباء، طبيب الأشعة وطبيب الثدي والطبيب المختص في الأورام يقوم بإعطاء البرنامج للوقاية في المستقبل ومواعيد حتى تلتزم بها لعمل الفحوصات حتى نقوم بمتابعة هذا المرض عندها. وأكيد طبيب الجلد يأتي دوره في مساعدتها على استرجاع شعر واسترجاع الأظافر الصحية والجلد الصحي، بالإضافة إلى العامل النفسي. مهم جدا أنه يكون هنالك طبعا تعزيز للعامل النفسي. وحاليا احنا شفنا الموضوع سرطان الثدي أصبح يعني تحدثنا فيه كثيرا، والناس أصبحت تتقبله، وحتى في الزمان كانوا ما يقولوش، حاليا العائلات عندما يعني تصاب المرأة فالكل طبعا يكون يعني مهيئ نفسيا ويعرف أنه هناك علاج، وصار يعني في الأخير يوجد علاج. دكتورة صار في جمعيات كثيرة، تحية إلى كل الجمعيات اللواتي، الجمعيات التي تجتهد وترافق المرأة في هذه الحياة المرضية، بالأخص جمعية أمل اللي عندها باع وسيط كبير. كان عندهم مرور في برنامج زمان، يعني هناك أطباء يحكوا لي، أطباء يعني جراحين في الثدي يقولوا لي أنه المرأة تكون يعني يسقسوها هل لك في العائلة حالات لسرطان الثدي، تقول لهم لا، مع انه الطبيب يكون يعني مثلا الى اوبيري او ديجون فلافامي تاعها. لكن حاليا تغيرت النظره، سي بلو ان تابو، الناس اصبحت تاتي للفحص بعد الاكتشاف عند الطبيب المختص في امراض الثدي لوسينولوج، وتقول له انا عندي سرطان في الثدي، ويكون معها زوجها والعائله، ويكون هناك دعم نفسي، ويكون هناك حل للمشكله بطريقه يعني رائعه.